الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما فوالهفاه للسجاد مضنا برته سمومه بريا القداح تذكر السموم لضى السمومين يكابدها أبوه لدى الكفاح قضى السجاد مظلوما بسم قضى السجاد مظلوما بسم إيه فما طيب الكرالي من مبايا قضى السجاد فالصدقات سرا تقيم عليه مأدبة النيايا قضى عين الحياة فأي عين عقيب العين تبخل بالسفايا بكته الجامدات فلا عجيب بأن تبكي بألسنة فصايا والله شال للبقيع حفر قبره يا معم الحسين وامه الزهراء ظل عليه يجري الدمع عبره هذا الباقر ها والله ظل عليه يجري الدمع عبرايا لما نسمى هشام ومات بالسيام عليه صاحت الوادي فرد صحايا وقاموا غسلوا وحطوا بضريحه بس جثة الصبوات ظلت طريحه
وبالخيال الصدير منا تهشيان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا. على حب سيدنا زين العابدين صلوا على محمد وآل محمد. من أعظم ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان من وسام من السماء هي العبودية لله سبحانه وتعالى. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أنت كما أحب فاجعلني كما تحب يا رب العالمين. فعلا إنسان يكون عبد لغير الله يكون ذليل إله، يكون حقير إله، ولكن عندما تكون عبدا لله تكون عزيزا، لأن الله يعز عباده ويرفع شأنه. ولذلك تجدون حضراتكم في مقام تعريف روح الله عيسى ابن مريم على نبينا وعليه وعلى أمه السلام أن يعرف عن نفسه المقدسة. أول وسام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أول ما أعطى هذا الوسام الشرف الكبير أن تكون عبدا لله. وبطيب ومعبدا لله كلنا عبيد الله، إيش معنى يفتخر بهذا الوسام؟ لأنه هذا اللي يذنب حينما يذنب يطغى على الله سبحانه وتعالى، يخرج من لباس العبودية ويزاحم ويعترض على قانون الله. الله يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، هو بالعكس يعمل، يفعل ما نهي عنه ويترك ما أمر به، وكأنه ليس عبدا لله. مو هذا اللي الإمام سلام الله عليه في أحدى عذاباته وسجونه موسى بن جعفر عندما خرج من سجن المهدي أبو هارون، أطلق صراحة للإمام سجن 3 مرات في بغداد، يا خليفة يجي يسجن موسى بن جعفر آخر واحد هذا اللعين الغير رشيد. فرد يوم كان مسجون وأطلقوا صراحة، فمر على قصر منيف مشغول بطرب ورقص وغيره، عايشين اللهو مثل ما صار هذا الحادثة اللي صارت عندنا للأسف هنا قبل أسبوع في محرم في مؤسسة من مؤسسات الرياضة هنا معروفة ما نقول اسمها، يصير بها مهرجان للرقص، ولا تقول محرم، هم نفسهم اللي كانوا يجون يحضرون مجالس الله أعلم راحوا هناك يرقصون في محرم على أسف. يعني يقول هذا مر الإمام سلام الله عليه على بشر الحافي، هو مار بالليل طلع هذا الخادم مالته مال بشر يرمي أوساخ الاحتفال والعشاء والكذا،
قال له لمن هذا القصر؟ قال له لسيدي. قال له منو سيدك؟ قال له بشر الحافي. قال له سيدك حر أم عابد؟ قال له لا حر. قال له صدقت، لو كان عبدا لاستحى من مولاه. كان شوي استحى من الله، لا هذا مو عبد الله. رجع هذا العبد بشر شافه قال له ليش تأخرت؟ قال له واحد هيك صفته قال لي كذا وكذا، فأسقط ما في يد بشر، سموه بشر الحافي. راح خرج من كل ماله وهام بالبراري يضج إلى الله. ليش؟ لأن يقول فعلا أنا ما كنت عبد، تبين أنا طاغي يعاند الله في ملكه. فهذا الذي يذنب لا يتوقع أنت في هذا الذنب عندك أنت عبودية، أنت قطعت الصلة بينك وبين الله، لأن الله يقول يا عبدي طعني، أنت قاعد تعصي، شلون عبد هذا؟ لاحظ. ومن هنا حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وآله، عطروا مجلسنا بالصلاة عليه، روحي فداه. قال صلى الله عليه وآله وأرواحنا لاسمه وتراب قدميه الفداء رسول الله، قال أربعة في الذنب أشد من الذنب. يقول أربع أشياء ذنبهن أشد من الذنب نفسه. شو النظرية عجيبة. أولها قال استصغار الذنوب، يذنب ويقول والله ما مسوي شيء، يعني شو مسوي يعني؟ هو بايق، سارق، ناهب، قاتل، مجرم، ويقول أنا ما مسوي شيء. لاحظوا، يستحقر استحقار الذنوب، يستصغر الذنب، هذا أشد من نفس الذنب. لا تحقر الذنوب، لأن أنت انظر عصيت من؟ أنت تمردت على قانون منه؟ لاحظ، لا تحقرن الذنوب. قال أربعة صلى الله عليه وآله في الذنب أشد من الذنب، أولها الاستصغار، يعني استصغار الذنوب، والله أنا ما مسوي شيء. جي واحد يضرب سيارتك، يكسر لك الجامع، شي يقول لك خنت سالم الحمد لله ما بيك شيء. طيب أنا سالم بس انت كسرت هذا، يعني هاي مشي ما يخال. لا هيك تتلاعب انت أموال هاي الناس، والله أنا ما مسوي شيء. لاحظ، يستصغر ذنبه، هاي مشكلة كبيرة. هاي بعد يا رسول الله صلى الله عليك من هاي اللي أشد من الذنوب، قال الاستصغار، والثانية قال الافتخار. مو بس يستصغره، لا يفتخر بالذنب، يجي وعينه وقحة، هو تو عاصي الله جبار السماوات والأرض بكل وقاحة يعصيه، ويقعد لسانه طويل وعينه صلفة وقحة يحكي وكذا، ولا هم ولا كأن خلفه موت، عصى منه هيك يفتخر بالذنب، والله أنا البارحة هيك سهرت سهرة، هيك عملت، هيك سويت. بالعافية عليه، هذا ذنب ثاني مضاعف عليه. إذا ابتليتم فاستتروا، وين هاي جت فوق ما هذه تفتخر إنه؟ لاحظ البأسات. قال والافتخار، هذه أشد في الذنب من الذنب. بعد يا رسول الله صلى الله عليك يا من ترشدنا وتنصحنا وتطينا العلاج، روحي فداك. قال والاستبشار، مو بس يستحقر الذنوب ويستصغرها ولا يفتخر بها، لا يفرح بها ويستبشر ويستشر، فرحان، فرحان سرق، فرحان أخذ رشوة، فرحان اختاب، فرحان ظلم، فرح مستبشر به. مثل هذا اللعين عمر بن زعد، أول واحد يرمي سهم على معسكر الحسين، شي يقول اشهدوا لي عند الأمير أني أول من أول من رمى، يعني أنت فوق رميتك سهم على خيام الحسين كبيرة لا تغفر، انت تفرح بيها تستبشر بيها، اشهدوا لي عند الامير اني اول من رمى. لاحظ هذا الذنب،
هذا تقنعني عبد لله اللي يفرح بهاي الكبيرة؟ بعد يا رسول الله قال والإصرار، يصر على الذنب، وهاي هم مشكلة حقيقة حتى لو صغيرة. الإصرار على الصغائر من الكبائر، هاي أحد الكبائر، هي صغيرة بس أنت ذا تتعلم عليها وكأنك أنت يعني مستهين بالموضوع، فتصير الصغيرة كبيرة. لاحظوا شلون، هذني أربعة في الذنب أشد من الذنب، فيخرج الإنسان من لباس العبودية إلى الطغيان، يصير طاغوت، يصير جبروت، طغى على أمر الله سبحانه وتعالى. هل لي المسيح روحي فداش يقول؟ قال إني عبد الله، أنا في هالخط مع الله في عبودية لله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. طيب بعد قال وجعلني مباركا أينما كنت، ومقال لك البركة معنوية معروفة، كان صلاة الله عليه يمد يده على المريض فيشفى، يمد يده على الضرير فيبصر، يمد يده على الميت فيحييه الله سبحانه وتعالى. وبأي بركة أعظم من هاي؟ البركة المعنوية مهمة صحيح، ولكن أكو معنى آخر للبركة، مو بس بركة معنوية. وجعلني مباركا يعني جعلني سخيا نفاعا فعول للخير، هذه أيضا من معاني البركة، السخاء، يفعل قصد إنسان على فعل خير، يقول لعمي تعال لي أنا قاصدك تسعى معي لقضاء حاجة على الله وجاهك، يقول لي حاضر، يقوم يروح ويقضي حاجة أخوي يستعمل جاهة، يروح يقصده يقول له قرضني، يروح يعطي قرض، يقول له ساعدني بها، يقوم يسعى يفعل خيرا سخي، هذه أيضا هذا مبارك. وشوفوا الأنبياء كلهم أهل سخاء، ما عندنا نبي مو سخي، تروح تقصده بحاجة يقضي لك حاجتك أو يسعى في قضائها. السخي حبيب الله، المؤمن خيره مأمول وشره مأمول، هو هاي علامة المؤمن. المؤمن شو تعرفه؟ من هاي أفعاله، أما علاقته ويا الله هاي هو وروحه على نفسه، ما أدري أنا ما داخل بقلبش ما أدريني، بس من تشوف فعله يسعى في قضاء حوائج الناس، ومن نعم الله عليكم قضاء حوائج الناس إليكم فلا تملوها، هذا رواية عن سيد الشهداء صلى الله عليه، والحسين قليل الرواية، رواياته قليلة، ولكن شوف شلون روايات تأسس إلى نهضة وبناء مجتمع. سخي فعول للخير يفيض بخيره على غيره، هو هذا المؤمن. بعض الناس يصلي ويصوم ويحج ويزور وما يسوي ذنوب، بس ما مستعد يتقدم خطوة في قضاء حاجة أخوه المؤمن، لا لا خلي بعيد أنا ما أدخل، ما أنا ما أسوي أنا، مو هذا الله معطيك اعتبار جاه، مو الله يسحبها من عندك، يعني شنو؟ والله عندك مال فيض على الناس، عندك جاه استعمله، زكاة الجاه قضاء حوائج الناس يا أخي. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا عليه بأعلى أصواتكم، اللهم صل على محمد وآل محمد، من خصال النبي، شوفوا هاي الرواية عجيبة هاي، من وين عندنا يقدر يسويها؟ وكانت الجارية، الجارية بلغة العرب اللي عمرها قل ال 15 يعني 10 12 شايف سنة، وكانت الجارية تأخذ بيد رسول الله تقضي به حوائجها في السوق، خاتم النبوة أعز خلق الله على الله، تأخذ البنية عندها سالفة ويا هذا العطار، تجيب النبي تقود به، تخلص حاجتها أنا أنه بتأخذ النبي بجاهة على هذا. وكانت الجارية تأخذ رسول الله من يده تقضي به حوائجها في السوق، يفتر وياها منه محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، تتخيل أنت هاي؟
منو بالله من عندنا احنا جاله واحد وقال له اخذ حوايجي؟ منو فت صغير يعني طفل بهالاعمار ويروحوا على السوق؟ يقول له عمال ما عندي شغل. عمال غيرك ذبيت ماي وجهي على موده. وكانت الجارية تأخذ يد رسول الله تقضي به حوائجها في السوق. بعد شد نظري عجيب. وهو القائل صلى الله عليه خير الناس من نفع الناس، ما قال من نفع المسلمين والمؤمنين، من نفع الناس. أي عمل فيه نفع لله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إني أحب الخير بس ما عندي. قال له ومن قال لك الخير مال فقط؟ المال خير، بس منو قال لك الخير بس مال؟ يا هذا ارفع حجرا عن طريق المسلمين يثيبك الله عليه. يا عم حجارة حفرة من هاي الحفر اللي نشوفها بالعراق ماكو، هذه روح اردمها وسدها ويسر الناس تمر عليها، حجارة عثرة تشيلها، إن الله يثيبك عليه. ومنو قال لك هذا؟ لاحظ فرد عمل اعمل لك الذي تساعد الناس بي، تعين الناس بي، لله سوي لك حركة، صير مبارك سخي، الله سبحانه وتعالى يفيض عليك. لاحظ إني أستحي أن أعذب عبدي السخي. شوف شلون الله في الحديث القدسي يقول هذا سخي كان يسعى في قضاء حوائج الناس وأنا الآن أحرقه بنار، وهذا كان يقضي حوائج الناس. إني أستحي أن أعذب السخي. لاحظ شلون النظرية عالية. وعلى المرء أن يسعى وليس عليه أن يكون موفقا. أنت اسعى، قل له عمي حاضر أنا أسعى. يقول جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه قالت يا أمير المؤمنين، في خلافته العلية يعني في دولته المباركة 40 دولة يحكم نصف الدنيا ذاك الزمان، يقول جاءتها قالت يا أمير المؤمنين لقد خاصمني زوجي وأريدك أن تشفع لي عنده. قالها يا بنيتي الآن قيض حار، حر العراق، دعي الهواء يبرد وأروح وياك. قالت أخاف أن يشتد غضبه علي، وأتأخر على البيت وهذا مثلا يغضب علي. فلبس ثيابه صلى الله عليه وخرج معها أطراف الكوفة. شوف أطراف الكوفة في حر الظهيرة، منو؟ خليفة الله أمير المؤمنين راح وياها. يقول قال هدلين الدار، طرق الباب، خرج شاب ويظهر ما يعرف أمير المؤمنين، يعني هاي مأساة، قاعد بالعاصمة ما شايف الخليفة، يعني هذا ما حاضر للجمعة وجماعة ويشوف على الباب، يسمع بي بس ما شايف. ترى أكو شي نماذج، أكو ناس قاعد بمدينة مقدسة، عم إيش وقت الزور؟ والله يصفن يصفن. هو قاعد بمدينة مقدسة بيها إمام مثل بالنجف، كربلاء، مشهد. أنا كم مرة صدف وياي واحد أقول له هنيئا لك جوار الإمام، شو وقت آخر مرة زريت؟ أنا تصورتك قبل، يقول لي ساعة ساعتين، يوم يوم يصفن. والله أنا استغرب شلون قلب عداه. يقول ما أدري. شلون ما تدري؟ صار لك شقد ما زاير وانت قاعد يمه؟ أكو هيك ملل ترى مسلوب من هل شنو؟ التوفيق هو يمك. إن الصلاة عند علي تعادل 1000 ركعة، صلي لك ركعتين ها 2000 ركعة. مرة احنا منروح للحاج فأكو ذولي محل عطارة وهاي يم الكعبة، أنا هم على رسلي حكيت لي هاي الحكاية، قلت له هنيئا لك جوار بيت الله يقينا كل يوم تصلي هنا. سكت. قال ليش سكتت؟ قال لا أنا مو كل يوم. قلت له ايش قد؟ قال لي والله أصلي العيد. قلت له لا والله العيد يعني اثنين العيدين تصلين هنا وفي مال لا. قلت له يا عمي تدري الركعة عند بيت الله الحرام 1000000؟ 1000 ركعة تعادل 1000000، يعني صلي لك ركعتين مقابل الكعبة انت مصلي لك 2000000 ركعة، انت تقدر تصليهن ذني بحياتك كلين؟ يقول انا بالسنه بالعيد اروح اصلي العيد. شوف شلون الناس هذه تقنعني هذا عنده توفيق ولو عنده مال قارون، هو متوفق ما متوفق لهن ذني. لاحظ شلون؟ اذا
هاي الحاجة اسعى بها واقضي حاجتك بهذا الطريق. يجيك واحد يطلبك بحاجة، يطلب منك شيء، اسعى في حوائجه. أمرار تقضي لك شغلة كبيرة الناس بتليفون، وإحنا مر علينا يعني شغلات، لاحظ بتليفون تخلص. ليش تبخل على الناس بما وهبك الله؟ ولذلك أكو ناس الله موفقها وين ما يروحون البركة تحيط بيهم. إمامك أمير المؤمنين سلام الله عليه راح إلى هذا الرجل وهذا ما يعرفه، قال يا بني لما تخاصم زوجتك؟ اتق الله فيها. قال له وانت شعليك وانت شكو؟ قال اني امرك بتقوى الله والعطف على هذه الضعيف. واذا هذا الشاب السفيه سوى مد يده في صدر امير المؤمنين دفعه، انت شعليك دفع امير المؤمنين. شافوا المارة زوجته واقفة قالت ويلك هذا امير المؤمنين، انت دفعت منه امير المؤمنين. قال الله انت امير المؤمنين. فوقع على قدميه يقبلهم، مولاي دخيلك اغفر لي غفر الله لك. والله ما ادري انا يعني اذا مو امير المؤمنين ما يصير الدفع، يصير الدفع، واذا امير ما الدفع. ارضى عني يا امير المؤمنين. وابدا يبكي وفعلا محب لامير المؤمنين بس ما عنده توفيق يروح يصلي ورا ويشوف نوره سلام الله. قال ما أرضاني عنك إن أرضيت ربك عنك، وأرجعهم وأصلحهم وانتهت الموضوع. شايف شلون؟ هكذا. ولذلك تشوف أمير المؤمنين شقد عنده بركة. في طريق الصفين مر بالمداعن ببغداد، هو على الفرس وقع صوته منه على الأرض، ينقلها ابن أبي الحديد، مجلد ابن أبي الحديد في نهج البلاغة شرح ابن أبي، ينقل هاي القصة. يقول وقع صوته في الأرض، الصوت اللي يأشر بالدابة وقع. فجاء رجل حمل الصوت وطال أمير المؤمنين، فقال صلى الله عليه مد الله في عمرك لهذا الرجل، دعا له الشلمتي مد الله في عمرك. هذا الرجل عاش 350 سنة، سموه أبو الدنيا، دعوة وحدة، مد الله في عاش 3 قرون. يذكرها المسعودي، يذكر اسمه وتفاصيله، يقول المسعودي أدركته أنا. المسعودي 332 هجري، تخيل انت. مد الله في عمرك عاش 3 قرون. بعد شوف القصة، المكان اللي وقع به الصوت صار مسجدا، سموه مسجد الصوت، اللي هو الآن جنابك رايح لأكيد مسجد براثة. هذا مسجد براثة أسس على صوت وقع من يد أمير المؤمنين، سموه مسجد الصوت. شيخ عباس القمي يذكر أعماله في مفاتح الجنان، يقول مسجد براثة وهو مسجد الصوت. شلون يا جماعة صوت يقع من عنده يصير مسجد؟ وين ما يروح البركة وياه، إيه بركة وياه. ومن ذي يجي الفقير ويعطيه الخاتم مالته من يده الشريفة في الصلاة، تنزل بآية وتبين الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا منهم ما، قال لك الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون في حال الركوع، يعني إشارة على قضيهم. قال ذاك الرجل الأول معروف قصته، يقول تصدقت بخواتم كثيرة في حياة النبي، عسى أن تنزل في حديث آية حكاية رواية، فلم ينزل به شيء. تعرفون الأول ليش؟ لأن النية غير نية، الوضعية غير وضعية، هنا الموضوع هنا بركة حقيقية. فإذا البركة مو بس المعنوية يشافي المرضى، لا، البركة الفعل، السخاء فعول للخير. ولذلك تجد أئمتنا سلام الله عليهم كلهم كانوا أصحاب عطاء وخير وأهل سخاء، ما يقصدهم واحد ويخيب ظنه، لا. النبي يروح يفداه لما احتضر صلى الله عليه، جمع العباس عمه، قال له يا عباس يا عم رسول الله أنا راح أموت، هل تضمن عداتي بعد موتي؟ يعني شنو؟ يعني إذا باكر واحد إجا وقال أنا رسول الله أعطاني وعد أن يعطيني كذا وكذا والآن مات،
انت تضمن لي عداتي تقضيها؟ مطي واحد الواحد، مطي حشاي الواحد، اجى واحد وقال علي دين، انا اطلب النبي والنبي ما ادقك. شلون النبي هذا ما هو في ديون؟ شلون النبي يطيح شاي وما يلتزم بيها؟ لا، شوفوا ذولي شلون اهل قيم. خاف يجي واحد، وس النبي ما مطي الواحد هذه، ولكن خاف يجي واحد كذبا يدعي اريد واحد يسد حلقه. تعال انت تقول النبي ما وعدك، شنو وعدك؟ احنا نعطيك. النبي يحط ذني مصابيح من نور. خاف يجي واحد، شلون الحسين يروح كربلاء يشتري القاع اللي راح يموت بيها؟ ليش؟ خاف يقول لك واحد مدفون برض يشيلوه صاحبكم، شلون يموت برض مغصوبه؟ هاي ما عندهم اهل البيت هيك. نحن قوم مهور نسائنا وكفن اجسادنا من حر مالنا، هيك يقولون. يا عم رسول الله، اتضمن عداتي ولك حبوتي؟ اعطيك فرسي وسيفي ودرعي وخاتمي وعمامتي، ها؟ الحبوة اللي هي شؤون الخاصة مالت الرجل، تروح للولد الأكبر. النبي ما عنده صلى الله عليه وسلم، قال له أعطيك حبوتي تفخر بها على العرب والمسلمين. هاي عمة رسول، هاي عصا رسول، هذا حصان رسول، هذا بغلة، هذا محبس النبي. بس مقابل إذا إجا واحد وقال النبي وعدني تضمن عداتي، وإذا بالعباس يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك تباري الريح مجدا وسؤددا، وعمك شيخ كبير ذا عيال، أنا أخاف أنت مطي الواحد وعد ويجي باكر ياخذ كل أموالي، وأنا رجل شايب كبير واحتاج المال. فجبن يعني خاف، خاف ما قدر يطي وعد للنبي ضمن عدات النبي. شوف النبي حتى يفكر بعد الموت يقضي حاجة الناس. طيب منو هاي الجلسة؟ الله أعلم شنو صار. العباس انسحب جبن، وإذا بأمير المؤمنين سلام الله عليه ضرب على صدره وقال أنا يا رسول الله صلى الله عليك أضمن عتاتك وأقضي دينك وكل شؤونك بأبي أنت وأمي. ضرب على صدره أبو الحسن، ومنو إلا غير أبو الحسن؟ أنا يا رسول الله أضمن عداتك وأقضي دينك، بس قل لي. فدفع له حبوته، أعطاه عمته وسيفه ودرعه وخاتمه ومسبح وكل شيء. فكان علي لمدة 10 سنين يوقف أناسا في عرفات يصيحون في الموقف بالناس، أيها الناس يقول لكم علي بن أبي طالب من كان له وعد عند رسول الله فعلي وفاء وعده. تعال يمي، 10 سنوات يودي ناس بعرفات حتى الناس تجتمع يودون هاي الرسالة، يقول لكم علي من كان له وعد عند رسول الله فعلي أداء وعده. أشوف الناس هاي، هذا شنو من كرام، شنو من مجد، شنو من سخاء سلام الله عليه. ولذلك أعين الناس اللي صاحب مروءة، عنده سخاء، هذا عنده مروءة، أعينوه على مروءته. واحد يسعفه من مروءته يشجعه، لأن هذا يقضي حوائج الناس. وأحب الناس إلى الله أنفعهم الخلق عيال الله، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. شوف شلون الأمور تترتب. ولذلك تشوف قدرة الله وقيوميته. شاب مريض يرتعش كأنه فرخ النسر في الرواية، بالعشرينات عمره سلام الله عليه، إمامنا السجاد عليه السلام يدخل عليه الشمر في الخيمة الخاصة بالحسين، فيجده يرتعش وهو على نطع يعني جلد شات، ويرتعش من الحمى والضعف. لاحظ شلون ضعف، قلت حيلتي وكثر علي عدوي، ما عنده كل حيلة وكل عمل ما عنده بالنجاة مو إلا من الله. فيمسك بتلابيبه وجرد سيفه عليه ليذبحه، فتعلقت به عمته فتركه لها. طيب شوف هذا الإمام، هذا الضعيف، هذا الأسير، هذا السجين، شلون يملأ الأرض علما
ونورا ومجدا صلى الله عليه وآله، ويكون ذخيرة بل أعظم ذخائر الحسين. شوفوا هذول 72 العظام سلام الله عليهم ورضوان الله عليهم أنصار الحسين مع أهل بيته 72، هذول نصرتهم للحسين في كفة، وموقف ونصرة الإمام السجاد زين العابدين للحسين في كفة أخرى. تقول شلون يعني؟ هؤلاء العظام ما واجهوا يزيد ولا عبيد الله بن زياد، أما إمامك السجاد دخل في محاورة مباشرة مع يزيد وأفحم يزيد وقلب الطاولة على يزيد، بحيث يزيد في محضر في مجلس كله أعداء الحسين، قتلة الحسين. يعني هذا المجلس اللي خطب به الإمام السجاد منو كان قاعد به؟ كان قاعد به الشمر وأمثال الشمر ومسلم بن عقبة والنمير بن الحصين وهالأمثال هالشواذي هاي هالمجرمين ذولي قاعدين. فيخطب ويقلب الطاولة على يزيد بحيث يضطر يزيد شي يقول: لعن الله ابن مرجانه، عجل على أبيك فقتله، أما لو كنت صاحبه ما فعلت به ذلك. تبرر الملعون، هو قاتله، هو اللي آمر بالقتل، تبرع وأقام مجلس الحسين في قصره. وبأي مجد هذا؟ شلون نصرة هاي؟ إذن زين العابدين نصرته للحسين تعادل نصرة 72، لأن هذا مواجه مباشر مع يزيد اللي الحسين عليه السلام ما التقى بيزيد، ما تواجه وياه. من تواجه وياه؟ إمامك السجاد والحوراء زينب. وعند ابن زياد هذا الطاغية المجرم يفحمه سلام الله عليه، ويشرح له قضية في القضاء والقدر والله يتوفى الأنفس. هذا من يقدر يسويها في شيوخ الكوفة ذول الشياطين اللي قاعدين يأكلون من مائدة ابن زياد؟ هذا الشاب الضعيف المريض الذي يردون كل ساعة يذبحوه. ثم يصعد على أعواد الشام، وهو أول شيعي علوي يصعد على أول واحد وآخر واحد. من صعد على هاي الأعواد ويخطب ويقول قال علي وقال الحسين؟ ماكو، هو الوحيد العلوي من نسل علي وفاطمة صعد على منبر دمشق، وإلى الآن ما حد صعد هذا. نعم قطعت عليه خطبته، ولكن أوصل الرسالة اللي يريدها الحسين. قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني يعرفه بنفسه. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا. تلاحظوا أول ما انتسب ما قال أنا فلان ابن فلان، لا، نسب نفسه لشعائر الله. قال: أنا ابن الحج، أنا ابن مكة، أنا ابن منى، ابن زمزم والصفا. ينسب نفسه لشعائر الله، يعني هذا القتلتو والدي، أنت قتلتوا الدين بقتلكم الحسين، قتلتم الدين، قتلتم أصل من أصول الدين. شلون ضربة بالصميم وصل المعنى؟ وبدأ يعرف عن ذاته وقود نفسه، إلى أن يضطر يزيد أن يقطع عليه خطبته، فيقول للمؤذن: قم أذن. الصلاة ما صايرة، قم أذن، اقطع عليه الخطبة. يقطع عليه الخطبة، فلما يصل للشهادة الثانية يقول له: أقف أقف يا يزيد، محمد هذا جدك أم جدي؟ فإن قلت جدك فقد كذبت، وإن قلت جدي فعلى ما قتلت أبي. شون يحشر بزاوية؟ بحيث سفير الروم سفير بيزنطة يسلم على أثر هذا الخطاب، ويؤمر بقتله. يزيد يؤمر بإعدامه. وبأي نصرة وأي بركة وأي فعل عظيم مثل ما فعله زين العابدين سلام الله عليه. ثم لما يرجع إلى المدينة يبدأ بهذا البرنامج. شوف هذا البرنامج، الإمامنا السجاد عليه السلام بعد عاشوراء بدأ مشواره كل سنة يحضر في محرم عند كربلاء، يروح عند الحسين عليه السلام. حلي تشوف هاي جنابك الزيارات والأدعية، هاي كلها من بركات الإمام السجاد أسسها. هو أول واحد صلى على تربة الحسين، والآن أنت تحضر تربة وتصلى عليها، من أين أخذتها هاي؟ من الإمام السجاد. شلون فعلها؟ شلون بركة هاي؟ وبعدين يجي كل سنة في محرم ينصب خيما ويأتي بالطعام
ويبقى هناك عند الحسين إلى نهاية صفر شهرين يعلم الناس الزيارة. وهي الأرض اشتراها الحسين، يقولون فيأخذ الإبل والمونة ويخلي خيام ويطعم الناس ويشجعهم على الزيارة ويدليهم القبول والزيارة وآداب الزيارة وشلون الزور. وبقى 35 سنة على هذا المنهاج. الشيخ عباس القمي في منتهى الآمال يقول حتى سنيه الثلاث الأخيرة، ثلاث سنين الأخيرة، مرض في صدره صلى الله عليه، ما كان يطيق السفر، فكان يبعث ولده زيد بالمعونة بالإبل يوديه إلى محرم في محرم كربلة ينشر هذا الزيارة والإطعام ويعلمون الناس يطبخون ويسوون ثواب. ترى التهاي ما أخذها منين؟ أخذتها من آبائك وأسلافك، أخذوها من قبلهم حتى تصل إلى إمامك السجاد. لا تتصور هاي طفرة، لا تتصور هاي فلتة، لا تتصور هاي صدفة، لا، هذا كله شغل إلهي. لأن السيدة زينب قالت ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية آبائي وأهلي. شاف أبوه على الرمضاء راد يوقع ما قدر، والله إنه عهد معهود لأبيك، أبوك يعرف راح يصير هيك شيء، ولا يجهدن أئمة الكفر في طمس معالمه فما يزداد إلا علوا، وسوف يقام له علم على كرور الليالي والأيام. هي هذه خطة إلهية، وإنت عليك دور تأديه، تعلم الشيعة شلون يزورون، شلون ينصبون العزاء ويطبخون ويقررون، شلون برا، يعني هاي اللي إحنا بيها الآن كلها ترجع ثوابها من المؤسس ذاك الإمام العظيم الشاب المريض اللي كل ساعة يردون يعدموه. شوف شلون بركة عند الإمام سلام الله عليه، هو اللي أسس النهاية، بحيث التاريخ ينقل تاريخ اليعقوب يقول ما إن جاء العباسيون، يعني مجيء الدولة العباسية سنة 132 للهجري، حتى كان للحسين قبة ومزار، لأنه الإمام الصادق يعلم الراوي يقول له شلون الزور، يقول له إذا دخلت الحجرة فقل كذا وكذا عند الباب، يعني أكو باب. هاي وين؟ هاي أيام دولة بني أمية، الإمام بنى له ضريح ومزار. من وين هذا إجى؟ من وين؟ فإمامك السجاد كان يبقى شهرين عند أبيه الحسين، ثم يأتي إلى مسجد الكوفة، يروح للنجف يصلي ركعتين، ثم يختم بزيارة جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويقفل راجعا إلى المدينة. هذا كان مشواره، هذا كان مشروعه، ويدل خواص الشيعة على قبر أمير المؤمنين. لاحظ شلون، هل لي هاي إحنا وصلنا لها؟ وصلنا إلى هذا الأجر العظيم والثواب الكبير، هو إمامنا عمله، هذا فعل، شلون بركة عظيمة هذه. بعد من آثاره العظيمة زبور آل محمد، صحيفة السجادية، كتاب، لكن شلون كتاب؟ مجموعة قيم في أدعية بعبارات سلسة، ما أنت تقراها تعنس بها وتحفظها. وشلون أدعية؟ للخوف، للشكر، للرجاء، للرزق، للأمن من البلاء، للمرض، للجوع، أكو أدعية حتى للجوع، عجيبة. بعد للأيام والليالي والساعات، تعقيبات الصلاة، مجموعة كاملة إمامك يأسسها بطريقة الدعاء، بأسلوب الدعاء. والأئمة عندهم أدعية، لكن مو مثل الصحيفة السجادية بس تسمعها تحفظها. ليش؟ لأن الإمام دخل في تقية شديدة، ما كان يقدر يقول افعل كذا ولا تفعل كذا، قام جاب لنا بصيغة دعاء يدعو، فالناس تأخذ دعاء، دعاء يوم الخميس، دعاء يوم الجمعة، دعاء أول ساعة من النهار، دعاء عند كذا ودعاء. شفت شيء عجيب هاي. انتم تلاحظون حضراتكم عندنا ادعيه للامام الحسين عيسى وادعيه للامام السجاد، شوف الفرق بين الدعائين شلون. دعاء الامام الحسين مثل دعاء عرفه، يا دوب تقدر تتلفظه، اما تفهم معاني يريد لك فتح عظيم. ادعيه ثقيله صعبه ما يتحملها الا العشاق المتيمين في عشق الله. بس هنا لا، الإمام سهلها وأعطاها للكل،
حتى لو ما عندك معرفة بالحق كما ينبغي أن تكون تقدر تدعو بهذا الدعاء. لكن هناك ما لك نصيب إلا العارف السالك المتيم في حب الله غار يفهم هالمعاني. أما إحنا لما نجي نقرأ دعاء عرفة يا دوب نقدر نتلفظه صحيح، نكون كلها على اللفظ، أما المعنى يغوص الحسين بالمعنى عجيب ما نتحمل هاي العقول. ليش؟ لأن سيد الشهداء سيد شباب العاشق المتيم الولهان مع الحضرة الإلهي، إحنا وين نقدر بهالمعاني هاي نحكي بها؟ بس هنا لا، هواي من عندنا يحفظ أدعية الإمام السجان سلسة على اللسان، لأن أسلوب تربية أعطاه بديل عن الروايات، ما كان يقدر يروي. شلون مؤسسة هاي سواها؟ شلون قرآن؟ شلون دعاء؟ والآن تشوفها في بيوت المؤمنين إلى جنب القرآن أعطانا. والله أكو ناس مو يغبطوننا يحسدوننا على هاي الأدعية. أنا أعرف قس في أمريكا، أنا في ديترويت، كان يشكو من قلة واردي كنيسته يوم الأحد، يقول هاي الناس ما تجي بكنيسته يوم الأحد، ناب ديترويت. فأحد السادة جزاه الله خير قال له استعمل هذا صحيفة السجادية بالإنجليزي، كلمات تمجد الإله، لا تروح للنبي ما لازم، احذني. أخذ بها مقاطع وقام يتكلم في كنيسته، يقول على أثر هالكلمات كثرة واردي الكنيسة، على قولته يقول المصلون في الكنيسة كثروا، اللي يجوله قاموا كثروا. ليش؟ لأن يسمعون كلمات ما سامعينها قبل، ما يعرفوا لها، تعظيم لله، خضوع وخشوع عجيب. ولذلك أكثر دين يمتاز عن الآخر بالأدعية كما وكيفا هي مدرسة أهل البيت. لا يوجد دين سماوي أو أرضي ما كفر يتوفر على أدعية ذات مضامين عالية كما في صحيفة السجادية، كما في مدرسة أهل البيت، ما لاحظ. بس هاي احنا نشمخ بها ونفتخر بها. بعد من بركاته صلى الله عليه رسالة الحقوق اللي الناس اليوم مجتمع المدني يفتخر بها، الإمام فتح عظيم فيها عندما يقول يذكر حق الله عليك، وبعدين يذكر حق النبي والأئمة، وبعدين شو يسوي؟ يقوم النوب حق الوالد، حق الوالدة، حق الابن، حق البنت، حق الأخ، بعدين حق الجار، بعدين ينطلق انطلاقة عجيبة غريبة، حق العين، عينك إلها حق عليك. وهاي تدري أنت حضرتك من يسميها حق يعني وراها مساءلة، يعني هذا الحق شلون صرفت به؟ هاي وين وديتها؟ هم هذا اللي يصير عمره 70 و80 ويضعف بصره، ولو الآن بال40 ويلبس مناظر عمت عيني عليه، مو؟ يقول له هذا وين ضعفتهن؟ هذا اللي أعطيتك إياهن جدحن 6 على 6 لما نزلتهن درجات بشنو؟ أتنظر فيه للمصحف فيطيل الله فيه عمرك؟ لو تنظر إلى أشياء ما نحكيها ما نحبها، شوف هل ضعفت البصر وين وديته؟ الله طاك إياهن استلمتهن 6 على 6 وين وديتهن؟ وإذ تبين إلهن حق. بعد قال لك وحق اليد وحق القلب، خو هذا حق اللسان أنت تعرفه حضرتك، شنو المشكلة هذا اللسان؟ هذا أعطيتك إياه تذكر به الله، تقرب به وسائلك، بدل ما تقول تروح أنت تجيب لك شغلة أنت تحكي يجيبوا لك إياها، بس إذا تقضي بغير مكان تفرم به العالم والناس وبهاي شلون بلوه؟ هذا حقه هيك تسوي؟ وحق القدم وحق اليد حق البطن عجيب. وإذا الإمام يفتح لنا نافذة غريبة في الحقوق اسمها رسالة الحقوق. بالله أكو أعظم بركة من هاي؟ وهاي ترى كل عمره 58 سنة يا أخوان، واحد عمره يصل سنين عقود مو؟ ويباوع يشوف نفسه دخل من هذا الباب وطلع من هذا الباب. كل ممسك مات الإمام السجاد بعمر الحسين 58 سنة، يصل به الحال إلى أنه الأمة تحن إليه وترجع، لأن أكو ناس، لأن إحنا عندنا رواية خطيرة في الكافي تقول ارتد الناس
بعد كربلاء ارتد. اكو ناس ارتدوا، قال لك شلون امام يسحق بحوافر الخيول؟ اكو ناس عقولها بعينها بعيونها، مثل هذا اللي قلت لكم عليه في الانتفاضة الشعبانية، الشايب بالنجف، شفته بعيني ورأي وسمعته بإذن. بعد ما المجرم ضرب قبة أمير المؤمنين قال الإمام اللي ما يشور من يزوره بعد، كفر هذا. هذا لأن عقله وين؟ بعينه. شون إمام يضرب؟ طيب الإمام قتل في صلاته، شو تقول بها؟ أكو ناس هم هيجي، فبعضهم ارتدوا، صارت عندهم هزة عقائدية في كربلاء. لاحظ منو اللي أرجع الناس؟ إمامك السجاد. بحيث يصل الحال على أن هشام بن عبد الملك كان في ذاك الوقت ولي عهد، جاي للحج يريد يستلم الحجر الأسود يقبله ويلمسه، لأنه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله، لمس الحجر الأسود يعادل بيعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قبله النبي. ها؟ هذا الملعون هم يتظاهر بهذه الأشياء يريد يقبله، فما استطاع من شدة زحام الحجيج، ما في حوله مجال حتى لو لا، فنصب له منبر، قعدوا على منبر ينتظر أن يقل الحجيج حتى يروح يستلم الحجر، قاعد ينتظر منه ولي عهد. وإذا بهالأثناء والناس والطواف والزحام، وإذا بالعالم تصلي على النبي وآل بيته على أصواته. وينشق الناس صماطين صفين، ويأتي سيد مهاب جليل ذي الثفنات مطعطئ رأسه محرك شفتيه بالتسبيح، يمشي الهوينة على كيف، والناس بكل احترام وخشوع له، وجاي يريد يستلم الحجر الأسود، فينفرج له ويمسك الحجر بكل يسر يقبله ويمشي. ومن هذا؟ وهذا جيشه وعساكره وياه. فقال أحد الشاميين في القصة المعروف، من هذا يا أمير؟ من هذا اللي الناس تفتح له طريق وانت ما يفتحوا له؟ طيب هشام شو تتوقع منه؟ هذا عدو، وعدو مو شريف، مرة واحد يخاصمك شريف فلا يبخسك حقك، يحكي له العلي يقول والله عم إنسان خش إنسان، بس أنا عندي اختلاف وياه. مو أكو واحد يخاصمك بشرف، أكو واحد يخاصمك مو بشرف، شو يسوي؟ يسلب منك كل امتيازاته. ما أن اختلف وياك بتجارة ببزنس يسقطك ويطلعك من الملة والدين. طيب وإحنا اختلفنا على دنيا، شعلي الدين. لاحظ أكو ناس من يعادي يعادي بغل مو بشرف، هتشي ملة ابتعد عنهم، هتشي ناس لا تتعامل وياه، لأن هذا خسيس. إذا يخاصم يخاصم بخسة وضاعة، أما الشريف يحفظ كرامتك حتى وإن كنت عدوا. نبيل يحفظ كرامتك. إيش قالهم؟ ما أعرفه. من هذا يا أمير؟ قال لا أعرفه. وإذا الله ينصر عباده يسخر له قناة إعلامية فضائية كانت بالصدفة موجودة هناك، الفرزدق شاعر مفوه، أنطق الله على يديه الحق، قال له تعال يا شامي أنا أعرفك من هذا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاءه. وبدأ يعرف بالإمام. ومنه تعريف؟ شلون تعريف؟ مهم جدا. فما كان من اللعين هشام إلا أن يأمر بسجنه، فبعث له الإمام هدية مال عظيم، فرد المال الفرزدق، قال والله ما قلت هذا إلا في حبكم، أنا على لله قلت. قال مع ذلك فإن كان ولا بد فأعطني قميصا لك أتبرك بي أجعل كفني إلي. شوف وثوق الأمة بالأئمة شلون، هذا والناس كلها جفتهم والدولة ضدهم، لكن وثوق الأمة.
فبعث له الهدية وبعث له قميصا له سلام الله عليه يتبرك به، ونصر الله إمامنا بهذه الحيثية. هذا هو إمامنا السجاد، أينما يذهب يفيض الخير منه على الغير. هذا هو السخاء، هذا هو البركة صلى الله عليه. ولكن أكو ناس طبع الله على قلوبه، مثل هيك إنسان وجوده كله بركة وخير، يستثقلون حياته فيأمرون بتصفيته الجسدية، يقوم يبعثوا له سم ويسم حتى يموت شهيدا مظلوما محتسبا عند الله. فسمه اللعين الوليد بن عبد الملك بن مروان سنة 95 أو 94 للهجرة، شايف؟ سم عليه السلام، فأمر سلام الله عليه، أوصى وصاياه ونص على إمامة إمامنا الباقر عليه السلام، بعدما هيئ الأرضية إلى نهضة التشيع، وأثبت ظلامة أبيه الحسين ومأساة كربلاء. الرواية تقول ما كان يقدم له طعام أو شراب إلا وبله بدموعه وقال: أأكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا؟ أأشرب وقد ذبح ابن رسول الله عطشانا؟ يدخل علي أبو حمزة الثمالي يقول له: سيدي، أما آن لهذا الحزن أن ينقضي؟ إن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة يا ابن رسول الله، هاي سيرة أباك وجدادك. قال أبا حمزة: كما تقول، ولكن هل سمعت لنا قبل يوم عاشوراء بعلوية مسبية مخدرة أسيرة؟ لو هذا أول يوم تسمع إن مخدراتنا أسرى، والله ما نظرت إلى دور آل عقيل إلا وخنقتني العبرة، بعد ما بها رجال بس نساء خلقت. لاحظ، وهي مأساة الإمام السجاد، فكان عمره سلام الله عليه يعيش مأساة كربلاء، لقد رآهم وشاف المآسي شلون، والرؤوس على الرماح تنتقل. فلما دنا أجل الشريف أوصى إلى الإمام الباقر عليه السلام، ثم مدد رجليه وأسبل يديه وأغمض عينيه وفاضت روحه إلى بارئه، ومات إمامنا مسموما مظلوما، رحم الله من نادى: أيوا إماما، أيوا سيدا، أيوا عليا. فبكى الباقر على رأسه، وبكى شيوخ الشيعة عند قدمه، شايا إلى أهل البقيع حفر قبره يا معم الحسين وامه الزهرة. دفن وين؟ عند عمه بالبقيع. والله ضايع الله عليه يجري الدم عبره، لما نسمى الوليد ومايات بالسم عليه، صاحت الوادي منفرد صيحة، وقام وغسل وحط بضريحة، بس جثة الصبي تظلت طريحة. أيوة ماما، وبالخيل للصدير منا تهشم، مولاي زين العبايات، مولاي أنت مظلوم مسموم محروم، ولكنك قد غسلت وكفنت ونقلت باحترام وتوقير إلى البقيع، دفنوك وصلوا عليك. آخ، عرفت وين أروح أقوذر؟ ها عرفت وين أيد أوصل؟
لا يتشن أقول نتخف الهموم ما مات من الماي محروم ولا بالحوافير سحقة القوم يا ويله يا ابو اليمة يا مظلوم ايوه اماماه ايوه حسيناه يقولون لما دفن الامام اباه الحسين ونزل قبره اشقى صاح قال يا بني اسد هل من حصير الف بها جسد ابن رسول الله بحصير لفه اي والله صاحت يا جد تعالوا لابنكم غسلوه والجفن وياكم تجيبوا اي والله جيبوا قطيين لحسين لفوا اي والله جيبوا قطين لحسين يا نلفوا انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون فرج عنا يا الله. إخواني هذه الليلة باسم الإمام السجاد نبتهل إلى الله تعالى بقضاء الحوائج وتفريج الهموم والغموم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اقض حوائجنا يا الله. اللهم شافي مرضانا يا الله. إلهي